أصبح قائد المنتخب المغربي لكرة القدم رومان سايس مدافع السد القطري صاحب 34 عاما مهددا بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية لأسود الأطلس خلال بطولتي كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب عام 2025 وأيضا نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في أمريكا كندا والمكسيك عام 2026 وذلك بعد ظهور أسماء شابة وبارزة بإمكانها تقديم الإضافة إلى منتخب أسود الأطلس مستقبلا وقد يجبر مدافع نادي الشباب السعودي رومان سايس على اتخاذ قرار باعتزال اللعب دوليا بعدما تراجع عن ذلك في وقت سابق بسبب رغبته في أن تكون النسخة 35 لكأس أمم أفريقيا الأخيرة بالنسبة إليه لاعبا دوليا وسعيا منه أيضا لفسح المجال لمدافعين صاعدين بغرض منحهم فرصة ارتداء قميص المنتخب المغربي على غرار نجم ريال بيتيس الإسباني شادي رياض ذو 21 عاما ومدافع نادي ألافيس الإسباني عبد الكبير عبقار ذو 25 عاما ومن جهة أخرى فقائد منتخب المغرب رومان سايس يفكر جديا في الاعتزال الدولي إذا فقد مكانه في تشكيلة المدرب وليد الركراكي خصوصا أنه لم يكن راضيا عن أدائه منذ مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023 كذلك تراجع مستواه بشكل واضح خلال مباراة زامبيا الخميس الماضي لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 وتشير هذه المعلومات إلى أن الظهور اللامع للبديل شادي رياض صاحب 21 عاما في لقاء منتخب جمهورية الكونغو الثلاثاء الماضي قد يعجل باعتزال اللاعب سايس رغم الحظوة التي يتمتع بها من طرف المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس وليد الركراكي كذلك إن تعرض هذا اللاعب لإصابات متكررة منذ مشاركته المميزة في بطولة كأس العالم بقطر 2022 قد تدفعه إلى اتخاذ قرار الاعتزال قبل النسخة القادمة لكأس أمم أفريقيا ورغم أن رومان سايس ما زال يحظى بعين الرضا من قبل المدير الفني وليد الركراكي نظرا لدوره الكبير كقائد حقيقي لبقية زملائه سواء في مونديال قطر 2022 أو في كأس أمم أفريقيا بساحل العاج إذ لعب دورا مهما إذن على مستوى تواصله مع وسائل الإعلام أو في قدرته على تدبير الأزمات إلا أن ذلك لا يعني أنه سيستمر فترة طويلة في تشكيلة المنتخب المغربي وحول الأسماء المرشحة لتعويض رومان سايس بعد كان المغرب 2025 أوضح المصدر نفسه أن هناك مدافعين قادرين على شغل مركز الدفاع الأوسط واللعب إلى جانب نايف أجرد وفي مقدمتهم شادي رياض لاعب ريال بيتيس الإسباني وعبد الكبير عبقار مدافع نادي ألافيس الإسباني إضافة إلى أشرف داري المنتقل حديثا إلى نادي سبورتينغ شارلورو البلجيكي من دون أن يستبعد وجود منافسة قوية من قبل عدد من المدافعين الآخرين مثل إسماعيل قندوس ومهدي بوكامير وأيمن الوافي وحقق رومان سايس إنجازا غير مسبوق في بطولة كأس العالم 2022 بعدما أصبح أكثر من ارتدى شارة القيادة مع منتخب المغرب في تاريخ هذه البطولة العالمية في 7 مباريات ليتغلب بذلك على الحارس بادو الزاكي الذي قاد المغرب في 4 مباريات في المكسيك عام 1986 وانضم سايس إلى منتخب أسود الأطلس منذ عام 2012 إذ منحته هذه الفترة الخبرة اللازمة لمساعدة زملائه على التطور والتحسن في الأداء وعاش خلالها فترات هبوط وصعود مع المنتخب المغربي.